تكون لابس الزي الكشفي وجاهز لأنك عندك عدة برامج. فنحن خلينا برامج المخيم هي تكون ثقافية وأيضا ميدانية وأيضا التعرف على السياحة البيئية لدولة الإمارات. ليش نحن في محمية المرموم؟ التعرف على البيئة الصحراوية والبيئة اللي تعزز أهداف التنمية المستدامة وأيضا زيارة أهم المناطق أو الأماكن السياحية. تنوعت فعاليات المخيم باختلاف الأهداف اللي رسمها المخيم، حيث عبروا الكشافة عن الفوائد النفسية والعملية اللي اكتسبوها خلال أيام تواجدهم في مخيم المرموم الكشفي. صراحة من بعد الأربعة أيام وحاب أقول في الختام أشكر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، شكرا جزيلا على هاي الفكرة والمساعدة الحلوة اللي عطتني إياها. أنا شخصيا تعدلت تغيرت من عقب ما دشيت هالمخيم. قبل المخيم كنت شخص والحين أنا شخص. تعلمت كيف أنظم وقتي أكثر، أنظم أشياء أكثر، أعيد تدوير الأشياء أكثر، وهذا بيحافظ على البيئة واللي الدولة تبغاه الحين. وتعلمت اني اكون منضبط اكثر، يعني انا من داخلي تغيرت. قبل في البيت بس لعب ويعني غير، الحين لا، الحين انضباط، ترتيب، شغل، مخ، استفدت جسمانيا وذهنيا. فت وايد اشياء، نشت الصبح حق صلاة الفجر، قبل كنت انش الساعة 12 واصلي قضاء، بس الحين الحمد لله انش الفجر كل صلاة وقتها نصليها. وترتيب الفراش، أنا شأنا في المخيم أرتب فراشي، لكن في البيت أنا حد ثاني يرتب الفراش مو بأنا. وتعرفت على أصدقاء جدد يعني، وأهم شيء أهم شيء تعلمته الاعتماد على النفس. تبرز أهمية هذا النوع من المخيمات الكشفية في صقل المهارات الكشفية لطلبة المدارس الحكومية واكسابهم مهارات جديدة ومتنوعة من خلال البرامج والأنشطة الكشفية.